طول تاريخ الانتخابات ولهيئة الانتخابات هو بصدد ماذا؟ أنه يقرر إن كان ثم انتخابات أم لا؟ لماذا إلى حد الآن لم تحسم؟ احنا تجاوزنا خلنا فيها فريدة. هو هذيك منهجيته، منهجيته قيس سعيد يخلي اللعبة محلولة، مش كيما جاب هو، مش جاب شو اسمه محمد محفوظ وجاب العيد باش يعملوا له الدستور وفوضهم وقال لهم انتم تعملوا الدستور ومعناها كما تقولوا سمعا وطاع. نعم. بعد ما خذاه منهم ومن المقترح نتاع نطيشوا في البوبار وجاب باش بدل الدستور نتاعو. دائما بالمناورات، هو ما يحبش يحدد، لان باش يشوف راهو فما امكانيه حتى الانتخابات راهو يدخل مدخل كما عمل في الفصل 80 تحت عنوان الخطر الداهم، تو ربما بعضه حتى يدبروا عليه يقولوا له نعملوا شويه اضطرابات ونحركوا الاحياء باش نلقوا مبرر على تاجيل الانتخابات تحت عنوان الخطر الداهم باش يهرب من الانتخابات. على عمل ارهابيا. اي ممكن هذا، ولذلك لازم يتوقعوا التوانسه كل شيء، يتوقعوا تحت عنوان فما ارهاب، فما اضطرابات، فما كذا، اللي تحت عنوان معناها فما اوضاع استثنائيه وخطر داهم بما يعطي مبرر لقيس سعيد معناها باش ياجل الانتخابات الى اجل غير مسمى. وارد هذا، وارد، انا نقول وارد. لان علاش نقول هذا؟ لانه نشوف البلاد ما هي لا تدار لا بعقل ولا بمنطق ولا بمؤسسات ولا بضوابط قانونيه، تدار بشهوة الحاكم وبالرعوانيات. علاقته بإيطاليا هل مش في إطار فك العزلة؟ حتى يعني نختم هو تو قيس واضح دعمته إيطاليا، الأحزاب اليمينية الفاشية، اليمينية المعادية للعرب والإسلام والمسلمين، معادية للثورة شو اسمه مناصرة، وداعم للثورة كبير اللي اسمه قيس سعيد. وعلى اسمه ناصرين وزوز أشياء. أول شيء يشوفوه حارس حدود هو، بالنسبة لهم عندهم هذا التدفق نتاع الهجرة من أفريقيا ودول الجنوب، خليه يشد علينا البلاء ونعطوه بعض المسكنات او بعض 50 يعني مليون يورو مساعده. اه فوتات 50 مليون يورو، هذا عشان تاع الاتحاد الاوروبي، فما دوله تحترم نفسها تاخذ 50 مليون يورو، هذا لا شيء يعني تقدم ميزانيه الدوله. والجانب الثاني، الجانب الثاني تصرف في الميزانيه مباشره. اي ولا يذكر هذا المبلغ، يعني بالمقاييس الاوروبيه والدوليه. نعم. هذا لا يذكر المبلغ هذا اصلا، يعني نيجليجاب. الجانب الثاني هو ان قيس سعيد بالنسبه لهم يخلصوا من خصومهم، عندهم هانز بارانويد، هم مرعوبين من حاجة اسمها الإسلام ويسمى بالإسلام السياسي، فقيس سعيد خلصوا ماذا من الإسلام السياسي ويخلصوا من الهجرة كما كانوا يعملوا مع بن علي. هو زلاط، حاكم زلاط في الضفة الجنوبية المتوسطة، سد علي شد علينا الهجرة وشد علينا البلاء بتاع الإسلام والمسلمين. هذا هو. قبل أن نختم بالله، غدوة وقفة مهمة لجمعية ضحايا التعذيب في جنيف، بلاز دو جنيف، نشوفوها اللي هم في جنيف وفي أوروبا اللي قادرين يحضروا. نشوف البلاغ هذا، الله ينوركم، نشوفوه إذا كان جاهز. بلاغ، نعم، هاو نشوفوه هنا. جروند يعني تظاهرة كبيرة، بداية مختشة ذيك الساعة 3 في بلاس دو نوف جنيف، اللي قادرين يحضروا في سويسرا جنيف وفي أوروبا يحضروا غدوة من تنظيم عديد جمعيات على رأسهم جمعية ضحايا التعذيب. لكن عندك كلمة أخيرة دكتور حتى نختم هذا اللقاء؟ يعني كلمتي الأخيرة، التوانسة يلزمهم يتضامنوا ويتوحدوا. المعركة الأساسية الآن أنه يعني كما الرجل هذا دخل بالصندوق وظنوا به التوانسة خيرا، كانوا يتصوروا فعلا جابوا رجل مؤتمن على الدستور وعلى المؤسسات وباش يطور لهم أوضاعهم ويحل لهم مشاكلهم. معروف بعد الثورات يكون فما نوع من التذمر، لأن الثورات ترفع منسوب الطموحات، يسموه اليوتوبيا، الشعوب يبدأ عندها طموحات كبيرة والثورات لا تحقق. هذا وقع في كل ثورات العالم، يجي واحد ديماغوجي شعبوي يكذب على الناس على اساس باش يحقق لهم كل اهدافهم، اللي فشلت الثوره تحقيق باش يحققوا لهم، وبعد يتبين انه كذبوا بلوط وتراجع معناها على جميع المستويات. اليوم تونس تعيش خيبه، الشعب التونسي يعيش خيبه ويعيش حاله من الياس، وذاك علاش يقول لك التوانسه ما عادش يهتموا حتى بالسياسه، مش مهتمين لانهم فعلا يشعروا بنوع من الاحباط. بعض معلق امال على قيس سعيد وكذب عليهم الاعلام، صور لهم سرديه في اذهانهم راهم كانوا في عشريه سوداء، ووضع كان قاتم، وفعلا العلاج كان وضع قاتم. اي كان في حد ما كانت فيه صعوبات، ولكن افضل بكثير، بضدها تعرف الاشياء. نعم، ربما في السياسه امور نسبيه، انت باش تقارن الوضع لازم باش سيء ولا ايجابي تقارنه بما موجود الان. اي مقارنه باش تقول لك لي باش تقول لصالح المرحله الماضيه، مع العلم نحن لا ندعو التونسيين للعوده الى الماضي، ندعو التونسيين للاستفاده من مكتسبات تجربتهم، يحافظوا على حريتهم ودستورهم ومكتسبات ثورتهم ويتقدموا للامام. احنا قلنا حلينا مشكلة السياسة بالديمقراطية، نحلوا مشكلة التنمية، نعزوا الديمقراطية بالتنمية، مش نقضيه على الديمقراطية ونقضيه على التنمية وما نجيبوش التنمية. هذا اللي حاصل الآن في تونس، فالتوانسة ما يلزمش يأسوا. والرجل هذا كما دخل بالصندوق، نحن شعب متمدن، شعب متحضر، شعب مسالم، لا نحبوا عنف ولا نحبوا دماء ولا نحبوا أتعاب. ماك دخلت بالصندوق يا خويا إنوف، باسطة، اخرج بالصندوق،
أعطي فرصة للشعب خليه يختار، إذا اختارك مبروك عليك، إذا ما اختارتش ترجع لبيتك معزز مكرم في المليلة كما دخلت كما خرجت. ما قلت أنت دخلت بكابيسان وخمسين دينار، مستعد الشعب يرجع لك الكابيسان والخمسين دينار وحتى أكثر، يتبرعوا لك يعطوك ألف دينار وارجع لدارك وقينا يا أخويا. الناس تعبت فدت أرواحها خرجت، ما عادش قادر تتحمل فعلا. التوانسة أرواحهم خرجت يعني جاعوا وتبهدلوا وتدمروا وصورة البلاد معناها سيئة. يعني الرجل هذا بهذل بحال التوانسة، ما يقول هما نكلوا بالشعب التونسي، أول من نكل بالشعب التونسي بهذه الطريقة وقيس سعيد ومراد بوبالا. بعد مراد بوبالا كان يدور بالبالا نتاعه بالرزام، فهمتني، ويجلد في ظهور التوانسة، يستخدم معناها في موقع في السلطة باش يعاقب التوانسة بالرزام بالزلاط. نفس الشيء تو قيس سعيد قاعد يستخدم بالزلاط نتاع الدولة، قال عندي صواريخ قانونية وصواريخ في منصات. إيه هو قال الصواريخ فيها وقاعد يطلق فيها الصواريخ هو في كل اتجاهات، ولكن صواريخ فوضوية يعني قصف عشوائي، قصف غير مركز، ولا يقصف فيها على الجميع يعني على العداء والخصوم وأقرب الناس ليه. هو صواريخ وأقصى يعني قصف بها أقرب الناس ليه كانوا في الدائرة الضيقة من مدراء الدواوين ومن الوزراء ومن المسؤولين، كلهم قصفهم بالصواريخ نتاعه. يعني باش يبين لك هذا كمظهر مظاهر العبث، وتونس تعيش ديكتاتورية وحكم استبدادي بائس بأتم معنى الكلمة اليوم. إن شاء الله غدوة خير، إن شاء الله تونس يختاروا ليصلح بهم ويدافعوا على مكتسباتهم دائما في نطاق السلم، ولكن في نطاق الإيمان بحق تونس في حرية، في الصحافة حرة، في مجتمع حي ديمقراطي وسياسي، وكذلك في حقهم في حياة سليمة مش متاع شد الصف مرة على الزيت مرة على الكسكسي. شكرا جزيلا دكتور رفيق عبد السلام، شكرا وزير الخارجية التونسي الأسبق ومنسق اللجنة الدولية للدفاع عن الأستاذ راشد غنوشي. نأتي ختام حلقتنا، موعدنا نتجدد معكم إن شاء الله بداية الأسبوع بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.